في اليمن، هاجرت وعاشت في المدينة، لأن تبع بتاع ملك اليمن القديم كان يعلم أن هذه البقعة هي مكان مهجر النبي الخاتم من الكتب السابقة، فهاجرت هذه القبائل وسكنت المدينة قبل بعثة النبي وولادة النبي بمئات السنين، على انتظار، حتى إن تبع نفسه بنى بيت أبي أيوب الأنصاري وقال هذا هو البيت الذي ينزل فيه النبي الخاتم. شوف، تمر مئات السنين النبي ينزل في منزله اللي اتبناله برضه، فكل حاجة كانت في المدينة معدة للنبي قبل ولادته بمئات السنين، فهي مدينة مخلوقة للنبي أصلا يثرب دي. حتى اليهود سكنوها علشان عندهم في الأخبار التوراة أن هذه هي مهجر النبي الخاتم على نية أن يتبعوه، فلما ظهر النبي الأبناء والأحفاد أنكروا وتركوا هذا. ده سر إن اليهود سكنوا هذه البلاد منتظرين مبعث النبي ومهجره حتى ينصروه.